تربي المرأة ولداً غريباً من يومه الأول إلى أن يكبر، فهل يجب على هذه المرأة أن تتحجب أمام هذا الولد إذا أصبح كبيراً مع العلم أنها لم تقم بإرضاعه؟ نعم، يقوم بعض الآباء والأمهات خاصة بالنسبة للأب والأم اللي ما يصير عندهم أطفال، يقومون بعملية التبني، تبني طفل. التبني غير مشروع في الإسلام، بمعنى أنه لو الشخص تبنى طفل، هذا الطفل ما يصبح بالتبني، ما يصبح ابن لهذا الشخص اللي تبناه، يعني للرجل، ولا يصبح أيضا ابن لهذه المتبنية، لهذه المرأة المتبنية، بل هو أجنبي بالمرة، يعني يتعامل معه تعامل الأجنبي. لو كبر هذا مثلا الصبي اللي ربته هذه المتبنية اللي ربته وراعت شؤونه، فلو كبر هذا الصبي لا يجوز لهذه المرأة أن تنزع الحجاب أمامه، ما تعتبر أم إله، إلا إذا مثلا هي قامت بإرضاعه بالشروط اللي تنشر الحرمة، نعم يصير ابن إلها بالرضاعة. فهذا الولد المتبني إذا مثلا الأب والأم ما عندهم أطفال ووجدوا مثلا طفل في الشارع، أو راحوا للمستشفى وأخذوا طفل، أو أخذوا طفل من أحد الأقارب وتبنوه، نعم التبني هذا بالنسبة للتربية جائزة، يؤجرون عليها، ولكن لا يلحق هذا الصبي بهذا الرجل وبهذه المرأة ويصبح ولد لهم، هذا لا يجوز.